أوردت نتيجة، هذه النتيجة كانت لها أثر على شباب الإسلاميين، أثر مذابح العسكر على شباب الإسلاميين. دكتور يعني تأثيره إيه دلوقتي؟ الشباب عاملين إزاي؟ الشباب الإسلاميين تحديدا وأنا أخصهم بالذكر يعني. والله هو الحقيقة يعني كانوا ثلاث طوائف. الطائفة الأولى هي اللي هي الطائفة اللي يأست وقنطت واستسلمت وعادت إلى بيوتها وسكنت وعاشت حياتها، أو هذه يعني لا ما عليها من عتب ولا حرج. تمام. الطائفة الثانية التحقت بمنظمات زي داعش أو القاعدة أو غيره، وقبل حضرتك، وبدأت تواجه النظام بالإيه؟ بالسلاح. بالسلاح. الطائفة الثالثة رأت يعني إيه إن اللي حصل ده غير طبيعي، والشيطان أوحى إليها إن اللي حصل ده يعني إن إحنا كنا على باطل وعلى خطأ وعلى والناس كلها بحالها وحشة وسيئة، الإسلاميين وغير الإسلاميين، وقدم إلى الانحراف اللي هو كان أخذ درجات ومستويات. تمام. وصل في عند بعضهم إلى حد الإلحاد. صحيح. كصدمة يعني. تمام. فده كله بحاله أثر الصدمة. تمام. أثر الصدمة. وإحنا متفهمين ده جيدا. بس التلات حاجات دول يا دكتور حضرتك ما ذكرتش من ضمنهم حاجة تقول إن لسه في شباب إسلاميين صامد. ده التلاتة كده ضايعين. واحد سكت وريدي الصمد بيعمل والتاني خلاص مش عارف يعمل حاجه والتالت توجه للالحاد. في حد في الشارع بيتظاهر؟ في حد في الشارع؟ في حد بيعمل حاجه دلوقتي؟ قليل جدا جدا، نادر جدا جدا، لا يكاد يذكر. نعم. لكن الواقع يعني ايه؟ يعني رد الفعل العكسي صب في الاتجاهات الثلاثه دول. تمام. اللي يأس وقنط وخلاص وقعد وبيعبد ربنا وبيفعل ما يستطيعه من الخير بعيدا عن مواجهه النظام، واللي توجه لمحاربة النظام بالسلاح لانضمامه لجماعات واللي هو انحرف بقى. فطبعا الكتل الثلاثة ديت الكتل الثلاثة ديت دي كلها بحالها رد فعل من الصدمة نفسها. ايوه. واحنا متفاهمين ده شيء طبيعي يحصل بعد الصدمات الكبيرة، لكن اول الناس يقظة هم مين؟ القادة والعلماء. اول من يستيقظ، اول من يفيق من الصدمة هم القادة والعلماء. أصلا دكتور سألت حياتك السؤال ده لأن أنا لن أنسى من ذاكرتي أبدا مشهد شاب وإحنا في ميدان النهضة وأثناء الفض، فلقيته رافع إيده للسماء والله يا دكتور وبيقول إيه؟ ليه يا رب بتعمل فينا كده يا رب؟ أنا والله سمعته يعني، ولقيته منهار جدا وبيقول له يا رب ده إحنا بنصلي وقاعدين ساجدين راكعين بندعيك وإحنا على حق، بتعمل فينا كده ليه يا رب؟ حسيت في الوقت ده يا دكتور ان الشاب ده مصدوم، الشاب ده مش مصدق اللي بيحصل. هو ربنا سبحانه وتعالى يعطي النصر على اسباب وعلى سنن. نعم. ويمكن انا مش هخش في السنن، انا هسيب السنن للدكتور يتكلم فيها عشان خاطر ايه؟ الوقت راح بقى مش هنتكلم عن السنن. بنقعد مع بعض بايه؟ بيبهرني بكلامه عن السنن يعني. استغفر الله. ربنا يبارك. الله سبحانه وتعالى يعني وضع في كونه سنن وقوانين ونواميس. نعم. وجعل لكل نتيجة سبب يؤدي. نعم. إليه. ما تجيش أنت تسيب الأسباب، معلش يعني. أيوه. تقعد وتركن ظهرك للحيط يا رب أنت ما لزقتنيش ليه؟ أيوه. أنا مسلم ومصلي ونعبدك ما لزقتنيش ليه؟ تمام؟ فإحنا دعينا صحيح وبندعو. نعم. لكن هل أخذنا بكل الأسباب أو بالجل الأسباب التي. نعم. من طبيعتها أن تؤدي إلى النصر؟ هذه واحدة. الثانية. أيوه. قد يكون النصر العاجل يعني لو إحنا استعجلنا النصر يعني. قد يكون النصر العاجل ها ضارا بالمسلمين. نعم. يعني مثلا لو احنا كنا انتصرنا وخلاص وما حصلش اللي حصل في رابعه ده. أيوة. وما حصلش من دول الحاله كان هنكشف على جمعه وعمر خالد وياسر برهان. لا كان افضل العلماء والناس دي كلها هتنكشف. أوه. ومحمد حسن دي كلها هتنكشف. أيوة. ولا كان هنكشف اللي وراهم من خلاص حطيناها التركيبه الغير متجانسه دي موجوده. نعم. واخد بال حضرتك؟ أيوة. لحد بلد ما تنهار مره واحده. تمام. وتنهار في اول مواجهه مع اعدائها، لكن ربك سبحانه وتعالى شاء انه اخر النصر. طيب. اخر من صبرت اخر النصر كما ورد في سوره ال عمران. أيوة. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. طيب. وما الله. كان الله يطلعكم على الغيب لكن الله يجتمع الرسل. اللي احنا بنقوله بالعاميه كده سقوط الاقنعه. سقوط الاقنعه. فهو ربك سبحانه وتعالى من فوائد تاخير النصر إن ربك بيميز الخبيث من الطيب، دي واحدة. أيضا كمان ربك بيأخر النصر ليس ما تستعد أنت لتتحمل تبعات هذا النصر. أصل النصر ده مش أنت هتروح النهاردة انتصرت النهاردة وهتروح بقى تعمل أفراح وتهلل وتعيش. أي. حياتك خلاص. لا، النصر هو منه تبعات تانية.
اللي هو لما يحصل نصر ويحصل تمكين في ورا منه مشروع اسلامي كبير لازم تنهض بيه وتخش بيه لقدام. مين اللي يدخل بيه لقدام؟ الناس اللي هي ايه اللي هي تربت واستعدت الذين يستحقون هذا النصر. شايف ان احنا لسه مش مؤهلين. طيب انا ينزل النصر الصبح ندعوه اخر النهار، ينزل النصر ندعوه الصبح مش هنحافظوا عليه. طب بذكر حضرتك